الحقيقة ما كانتش مبرمجة، غير عفوية ياك. أمامنا سي الميراج هيل كلوب، هنا كانوا الوليدات ديالي صغيرين كيجيو، كنجيبهم هنايا في بون في 90 91، ولكن كنت كنجي انا في 87 تقريبا كنت كنجي لهنا. كانت منطقه سوفاج غابه، ما عرفتش كيفاش احتلوا هاد الناس، لا هي لا هادي اللي حداها، واش ميكي خاصه ولا الله اعلم. لا ريجون اي تي اميناجي ان تي بو، انتما كتشوفوا برسك ان بارك دو جو، ان باركينغ، والمهم الغابه ما غاديين كياكلوا فيها شويه بشويه. وفي لو فون كدرنا طنجه، الرؤيه شويه ما واضحاش اليوم لان كاين شحال بحال شويه الضبابة. دو توت فاسون هنا انتما كتشوفوا كانوا الشجار تحولوا الى غازون، كاين تغييرات بالنسبه اللي غادر طنجه هادي تقريبا شي 20 طون ولا غادي يلاحظ الفرق، واللي عاد جالها بيان سور غدار له بحال اللي كانت هكا دائما، وهذا غير صحيح. هاد المنطقة هذه اللي كان لها 5 سنين كانت مشوه، هنايا بالذات كانت هذا خضعات لبعض الترميمات طفيفة وصافي.